السلام عليكم، مرحبا بكم الناس كل نواصل الدورة بتاعنا بتاع البلوجر. اليوم إن شاء الله باش نعمل اشتراك في موقع اسمه فيد برنر. هذا باش يعاوننا، موقع مهم على الآخر، سبب من أهم الفيديوهات اللي لازم تحضروها. الموقع هذا يعاوننا باش نتحصلوا على كود التغذية، يعني يعطيني خلاص الموضوعات اللي مش نبطها في السيت بتاعي، يعطينا كود اشتراك في القائمة البريدية. نجم نهز من الكود تولي الناس اللي اشترك في القائمة البريدية يجيهم ايميل بالزارتيكل الجدد. زاد يستحق برشا ناس مش يعمل ابليكاسيون للبلوج متاعها، يستحق تعمل كما قلنا النوتيفيكاسيون. تجي نوتيفيكاسيون اول ما تهبط ارتيكل، تجي نوتيفيكاسيون الناس عامله اشتراك في القائمه البريديه متاعنا. زاد نجمو نستغلوه يعمل دي سيت اخرين، نعطوه كود التغذيه متاعنا بتاع هذا الفيد برنر مع دي سيت اخرين، يولي ينجم يهبط ديريكت، يهبط لي زارتيكل ديريكت، نهبطهم انا في المدونه متاعي، ياخذ ديريكتومون في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيره. كما يساعدنا في الظهور في النتائج الاولى نتاع حركة البحث جوجل، وكما ينقص برشا في التليشارجمون نتاع المدونة نتاعنا. هذا باختصار، وفما برشا حاجات اخرين، اما هذه اهم الحاجات ممكن يعاوننا فيها السيت هذا. نبدو ان شاء الله على بركة الله. هذا البلوجر بتاعنا، البلوج نعم عرض المدونة، مازلنا ما عملنا حتى شيء، كم هبطنا حتى شيء، مازلنا نخدمو في الأساسيات بتاع البلوج بتاعنا. أول حاجة قبل ما نبدو في السيت برنر، شو اسمه فيد برنر، لازم نرجعو لجوجل سيرش كونسول. علاش؟ بالعربي، علاش جوجل سيرش كونسول؟ خاطر بدلنا الدومين بتاعنا، شرينا دومين دوت كوم، اذا لازم نثبت الملكيه بتاعي كالعاده. ديجا هذا عندي شو اسمه الدومين الجديد هنا، باش نعمل باش نزيد دومين جديد، نمشي ندخل على السيت بتاعنا، بعد نجي لهنا نعمل اضافه لوج كما تفهمنا المرة اللي فاتت. باش نعملو هذا بال HTTP، بس لهنا نجي نهز هذا كوبي من هو كنترول سي ولي لهنا، نعمل متابعة يا ريت تحقق. قال لي غير معروف، تم التحقق من الملكية تلقائيا، طريقة التحقق غير معروف لتجنب يمكنك إضافة عدة طرق للتحقق من إعداد الملكية كذا كذا. ديجا صار سيبون، هاولا هنا صار التحقق متاعك ساهم. هذا بالنسبة لجوجل سيرش كونسول، سي بون ثبتنا ملكية الموقع نتاعنا. تو باش نمشو للموقع اللي متعمل فيه، هو اسمه فيد برنر، ديجا خرج لي هنا، بالطبع نمشي للاختيار الأول، بالطبع باش يكتب عليا الايميل، باش يجيني الايميل اللي عملناه أول نهار هذاك، باش يبقى ديما هو، ماذا بينا نحط ايميل واحد في النافيغاتور نتاعنا، الايميل اللي عملناه هذا ما عملناه حتى ايميل آخر، باش لي سيت اللي تشوفو كل نخدمهم بنفس الايميل نتاعي. عفوا نواصلو، ادخل كلمة استخدام باش نحط المدرس نتاعي، نتأكد من المدرس ونرجع. نرجعو هذه الواجهة الرئيسية متاع الموقع اللي اسمه فيد برنر.
شو نعمل؟ سهل على الاخر عملية. شو نجيب؟ بيان نتاع فيسبوك نتاع السيت نتاعي ونحطه وسنحنا لهنا. اعمل اي بودكاست ونعمل نيكست. جاب لي زوز اختيارات، باش نختار بعد الاختيار الثاني تاع ار اس اس بعد نيكست. جينا في الباج هذه قال لي فيد تايتل يعني اسم السيت نتاعي، وبعد فيد ادريس تجيني اتش تي تي بي فيد فيد بيرن بارفون، تجي هذيك الاخر الاعراب اللي هي باسم السيت نتاعي اللي هي حاجه باهيه على الاخر، خليها كما هي. نعمل نيكست. يجي لهنا عطاني باش يجي هذا هو الفيد بيرنر نتاعي، يعني تاع الفيد بيرنر نتاعي باش يجي هذايا. بعد باش لي زيتاب اللي بعدها كلها نفسها، يعني ما عندي ما باش نزيد فيها حتى شيء. سكيب ديريكتلي تو فيد بيرنر باش نعملها، باش نبقى نعمل نكست نكست، نعمل ديريكت سكيب. تو هذا صحيح عملناه شو اسمه ربط التغذية موجود عندنا، ومش نلقاه هنا نقول إديت. هذا هو رابط التغذية متاعنا. شوف شو نعمل هنا. حاجة مهمة على الأخر، باش ما يداليش الرابط متاعي ماذا بيا نحطه في دوكيمون وورد. حل دوكيمون وورد ونجي حلينا الدوكيمون وورد، جبنا دوكيمون مفتوح دوكيمون بلوك نوت. باش نعمل جوست باش نهز هذي، نعمل كوبي كنترول سي نحطها لهنا، نهز الكلمة هي هذايا، نتأكد من هزة الكلمة ونحطها لهنا. باش ناخذ الفيل ادريس نهز الكلمة هذي نحطها هنا ونزلها هيك نكون في سباس. هيك نكون عمله انجسترمان ويبقى عندي الكود في نتاعي كود التغذية اللي من الوقت باش نسحقوه بعد تالي باش نشوفو وين نحطوه باش نسحقوه. لهنا يكون وفاء الفيديو تاعنا، إن شاء الله في الفيديوهات الجاية.